السلام عليكم، مرحبا بكم على القناة. إذا كانت هذه أول مرة تزور القناة، نتمنى تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكامل الوصفات. اليوم إن شاء الله راح نقترح عليكم وصفة حلوة بسمين بزاف بنينة، اقتصادية وسهلة التحضير، ملائمة وجد ملائمة لسهراتكم رمضانية ورفقة الكاس ديال أتاي تجي بزاف بنينة. فإذا كنتوا تحبوا تشوفوا الوصفة وطريقة التحضير فخليكم مع الفيديو للأخير. إذا ندوزو مباشرة باش نتعرفو على مقادير ديال هاد الكعكة، عندي 150 غرام ديال السميد الرقيق، عندي 3 بيضات، 2 مغارف ديال لاروات كوكو، 50 غرام ديال المارغان ولا الزبدة، وعندي 50 غرام خليط بين حبيبة الشوكولا مع شوية لوز و الفستق، وهذا يبقى اختياري. تقدروا تستنوا عليهم وديروا في بلاصتهم غير زبيب ولا ما ديروش والو. عندي لتر ديال الحليب، الملح، عندي 2 مغارف ديال الماء الصغار وكيس ديال سكر فاني. هنايا اول شيء نديرو نحكموا المول اللي راح نطيبو فيه. انا درت هاد المول ديال لا شارلوت اللي عنده 17 سنتيمتر دو ديامتر، وهنايا وجدت ان كراميل، الكراميل العادي ذوبت السكر في كاسرونه. انا تحصلت على هاد اللون باسكو درت سكرو. اذا نديرو السكر ديالنا ولا الكراميل في المول، هذا اول شيء نديروه نسبقو بالكراميل، نديروه في القاع ديال المول ديالنا. وبالنسبه لطريقه التحضير ديال الكعكه، نحكموا كسرونه، كسرونه دو بريفيرونس تكون كبيره وغارقه باش نديروا على راحتنا. نديروا فيها هذيك لتر ديال الحليب مع هذاك 150 غرام ديال السكر اونفيت ديال السميد. لو بريفيرونس يكون السميد رقيق باش تنجح لكم وتجيكم خفيفه. نزيدوا قرصه ديال الملح شويه برك مع هذيك الكيس ديال لو سكر فاني. اما بالنسبه للسكر، اذا كنتو تحبوا تزيدوا السكر ضيفوه في هذه المرحله، وتقدروا ديروا حتى 70 غرام ديال السكر. انا ما درتش باسكو فيها الحلاوه، عندي لو سكر فاني وعندي هذاك الكراميل، ونبقاو نحركوه على النار متوسطه حتى يعقد عندنا الخليط كما راكم تشوفوه يعقد ويتغير القوام ديالو. نبقاو نحركو فيه ما نحبسوش تماما حتى يبدا يعقد، يعني ياخذ هكذاك 10 دقائق. وهنايا بعد ما بدا يشد روحو نزيدو هذيك 50 غرام ديال الزبده والمارغرين، ونوصلو التحريك حتى يعقد لنا ويولي كيما اون كريم باتيسيير. وهذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه، كيما راكم تشوفوا راهو عاقد كيما ان كريم باتيسيير. كيوصل لهذا القوام نحيوه وندفيوه شويه شويه برك، ندفيوه ما نبردوش باسكو اذا برد عندنا الخليط كي نديروه في الفرن راح ياخذ وقت باش يعاود يسخن وما راحش يطيب لنا مليح، ما راحش يكون عندنا هذاك القوام الخفيف ديال الكاتو سمول. اذا هنايا نبردوه غير شويه ومن بعد نبداو نزيدو البيض وحده بوحده ونحركو مليح باش ما يطيب لناش هذاك البيض. نزيدو وحده ونخلطوها مليح وبسرعه باش ما تطيب لناش، ومن بعد نزيدو هذيك زوج الاخرين.
بعد ما زدنا هذاك البيض وخلطناه مليح واختفى تماما، دوكا راح نزيدو هذيك 50 غرام الخليط بين الشوكولا الجوز والفستق مع هذيك الجوز الهند. وهنايا تحذف لي مقطع وين زدت هذيك زوج مغارف ديال المزهر، ما لازم تنساو هذوك زوج مغارف ديال المزهر، ونخلطو كل شيء مع بعضها، نخلطوه مليح حتى يتجانسونا هذوك المقادير. وتاني تدوب لنا هذيك الحبيبات الشوكولا بيان سور راح يدوبو باسكو هذا الخليط مازالو دافي، ونخلطو مليح حتى يختفيو تماما هذيك الحبيبات ديال الشوكولا، ونتحسو على خليط يكون اللون ديالو متجانس كما راكم تشوفوا هنايا، ونتحسو على خليط نوعا ما بني يعني رايح شويه اللون البني حتى دوبلنا هذوك كامل الحبيبات ديال الشوكولا. ودوكا ناخذ المول ديالنا اللي سبقنا ودرنا فيه هذاك الكراميل ونديروا فيه لا بريباراسيون ديالنا، ومن بعد ندخلوها الفرن ندخلوه الفرن يطيب على درجه حراره 180، نطيبو حتى وين ندخلو الموس ديالنا ويخرج لنا ناشف، ياخذ ابري من 35 الى 40 دقيقه وانتي على حساب الفرن ديالك. وهي لك حلوة سميد ديالنا بعد ما طابت خدات لون الباب، انا خدات ليه طياب 40 دقيقة بصح هادشي يقعد على حساب الفرن ديالك. بعد ما دفات هذيك الحلوة نخليوها غير تدفى شوية ونديمولوها ونزينوها كيما حبينا، انا زينتها بشوية ديال اللوز وشوية ديال البيستاش، وانتي بقى لك الاختيار. اذا كانت هذه هي وصفة كعكة السميد، نتمنى انها نالت اعجابكم وانكم تجربوها وتستمتعوا بالذوق ديالها، والى الملتقى في فيديو جديد على قناة مكافيلو ديليس.